ناخد بالنا كويس قوي من الصوره دي. الصوره دي، الصوره دي ليست صوره للحادث، ولكن صوره معموله بالذكاء الاصطناعي. خلي بال حضراتكم، هذه صوره غير حقيقيه، ليست هذه الصوره لها علاقه بحادث طريق الدائري على الاطلاق. حادث بشع، مش بننفي الحادث، لا، احنا بناكد انه في حادث، ولكن انا بقول لحضراتكم هذه الصوره الناس متداولوها، والحقوا شوفوا عملوا ايه، ليست صوره حقيقيه، صوره بالذكاء الاصطناعي. فلازم حاجه تعمل عليها كده اكس، غير حقيقيه زي ما احنا كاتبين عليها. الصوره الحقيقيه ايه هي؟ نشوفها معانا. احنا شفنا الفيديو، ولكن كمان نشوف الصوره الحقيقيه. هنا مهم قوي التوضيح. ادي الصوره الحقيقيه، الصوره الحقيقيه لحادث الطريق الدائري اللي قدام حضراتكم اهو، قدام حضراتكم دي الصوره الحقيقيه للحادث وموقع الحادث والعربيات والعربيه النقل وغيره. انما الصوره الاخرى المتداوله غير حقيقيه وليس لها علاقه بمسرح الحادث تاني، لكن هذه هي الصور الحقيقيه لحادث الطريق الدائري اللي كان النهارده الساعه 5 صباحا او فجر هذا اليوم زي ما حضراتكم بتشوفوا. ده الصوره الحقيقيه، هذه الصوره الحقيقيه وليست الصوره المتداوله على نطاق كبير جدا. والحقوا الناس اللي هي، يبقى هنا الصوره الغير حقيقيه دي مش الصوره الحقيقيه، دي صوره معموله بالذكاء الاصطناعي. شوف الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل معاك ايه. هنا طبعا الهدف معروف، هدف يعني اثاره ايه ورعب ايه وتحديد ايه وخداع ايه، خداع حقيقي بيتم. ولكن هذه الصوره الحقيقيه لحادث الطريق الدائري، نفس اللي عمل ده او نفس اللي بيعمل كده او بيروج لده نفسه بالظبط اللي قال لك مصر سلمت محور فيلادلفيا لاسرائيل، نفسه بالظبط اللي قال لك مصر ادت محور فيلادلفيا لاسرائيل، هو هو لا يختلف عنه، على لا يختلف عنه. هو احنا عندنا المحور ده في ارض مصريه؟ كان افضل اتكلم كل يوم، هو المحور ده كان ابدا في اي وقت في ارض مصريه؟ واحنا من امتى بنسيب اراضينا؟ لا يملك اي احد يسيب ارض بلده.